أن يكون هناك منتدى ويكون في حضور لأبناء الجنوب في هذه الساحة. أولا هناك قد تتقاطع ضوءان، وهذا أمر طبيعي، وطالما هذا منتدى ويقبل الرأي كيفما كان هذا هو الأساس، وأهم شيء حضور القضية الجنوبية في هذه الساحة. حقيقة الغياب كبير وموحش القضية الجنوبية في ساحة صنعاء مثلا، ونريد أن تحضر هذه القضية بقوة أيضا من أجل الوحدة. فنجد أن هناك أي تغيير لهذه القضية هو ممارسة انفصال، أعتقد هذا. وأعتقد أنه من يعتقد أنه يعني القضية الجنوبية وجود يعني الناس استفاف، وأن الحراك بدأ، حتى الحراك بدأ يعي أهمية اللحظة وبدأ يطالب بإسقاط النظام، لكن القضية الجنوبية يجب أن لا تغيب من وعي أبناء الشمال. فهي ستعود بقوة، ويجب أن نعمل لها الحلول ونكون أيضا بقدر من الشجاعة والجراءة لحل هذه القضية. للأسف اللجنة التنظيمية العليا تعمل أهداف وتغيب القضية الجنوبية، 20 هدف ولا توجد القضية الجنوبية. ربما الغياب هذا كان، وهذا أعتبر أنه جزء من ممارسة الانفصال وخطير، ويؤدي إلى بالفعل إلى 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 إلى, إلى تعميق يعني الشعور بالانفصال عند كثير من الناس في الجنوب. ولذلك من الأهمية كبيرة أن تكون في صدارة الأولويات لهذه الثورة من أجل أن تنجح. أنا ناشط حقوقي، واختيارات الناس أحترمها كيفما كان، وأنا أيضا ناشط سياسي أيضا تكون لي رأي، ويجب أن أدافع عن من يريد أن يقصيني يعني، أو يريد أن يحاول أن يحد من رأيي. وأعتقد أنه أتفهم حتى أولئك الذين يطالبون بفك الارتباط، ولكن طالما هنا منتدى خلوا مكان للحوار، وخلوا مكان للفكر، وخلوا مكان لتلاقح الأفكار، وخلوا مكان هذا اللي، ولا يكون هناك إقصاء، ولكن يجب أن يكون هناك حوار، وأن تحترم وجهات النظر كيفما كانت. أعتقد أن حضور القضية الجنوبية اليوم في الساحة يعني مهم جدا، تأخر، ولكن خير أن يأتي المتأخر خير من أن لا يأتي. وأعتقد أن هذه تلعب دور أيضا في تعزيز الوحدة، وتجعل أبناء الشمال أيضا يتفهموا موضوع القضية الجنوبية. وأعتقد أن الشباب يجب أن يفهم يعني، وبالفعل في شباب، هي تقريبا كثير من الائتلافات وحتى اللي كانت على مستوى يعني تنظيمي أعلى في الساحة غابت القضية الجنوبية من برامجه، وهذه مشكلة. البعض مش قادر يتفهم حتى أنه هناك يعني، نضحك على الناس في الجنوب ونقول لهم 3 أقاليم 4 أقاليم يعني الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله كثير من الجنوبيين بحسب تصوري هو دولة اتحادية في إقليمية ولا مركزية وفيدرالية. هذا أنا بحسب. ولذلك إذا كنا يعني حريصين على الوحدة واستمرارها في المستقبل، يجب أن لا نتغافل هذا الطلب يعني، أو هذا المطلب أو هذه القضية. البعض يعني حتى إحنا لما بدأنا وفعلنا هذا الرؤى في تحالف المدني للثورة الشبابية، البعض كان يقول هذا يؤثر على موضوع الاستقرار في الشمال. يجب على الشباب، الثورة ليست داخل خيمة، ولكن الثورة يجب أن تكون نظر من صعدة إلى أقصى الجنوب. والذي لا يستطيع أن يفهم القضية الجنوبية بهذا البعد لن يفهمها، ولن تكون هذه ثورة حقيقية تعبر عن المستقبل إلا مثل أو تغيب مثل هذه القضية. لذلك يعني كل ما أطلب إنه قضية يجب أن تكون في صدارة البرامج وفي صدارة المطالب وفي صدارة القضايا التي يتعين حلها يعني، وبشكل عادل ومنصف ومرضي، ويكون هناك تسوية تاريخية لهذه القضية الجنوبية. 70% تقريبا إن لم يكن أكثر من ثروات الوطن تأتي من الجنوب،
ولذلك يجب أن نتعامل بعدل وبإنصاف. الجنوب قدم مؤسسات ودولة كبيرة جدا، وعملية التغاضي عن هذا يعني مؤسسات ودولة ونظام وهذا كل شيء يا جماعة. كان يعني هناك مواطنين يبحثون عن مساحة قبر، وهناك مواطنين يسكنون يعني 4-5 مزوجين في 3 غرف وأيضا يفترشون البلكون، وهناك من يأتي بخمسة طقوم وعشرة طقوم ويعمل كذا كيلو متر بالطول والعرض. ماذا ترد من الناس هؤلاء أن يسمعوا؟ يعني من حقهم أن يفوروا، ومن حقهم ومن حقهم ومن حقهم. مدارس كانت اسمها مدرسة 14 أكتوبر، مدرسة أول مايو، مدرسة يعني مدارس شهداء عبود ومدرب، وناتي إلى يعني تحويلها إلى مدرسة خديجة وعائشة وحفصة و ابني مدرسة أنت جديدة وسميها ما تريد، ولكن أن تأتي وتبني يعني هذه المحاولة لطمس هوية لطمس شعب. إن من يريد يعني أن يتعامل بعدل وإنصاف يجب أن يضع نفسه محل ذاك الذي يعاني. أبناء الجنوب كانوا بيعتمدون على وظائف فقط، وظائفهم وهي محدودة جدا يعني، وكثير الآن والله إنه وجدنا أسر تأكل رز حاف جاف، 4 أبنائها خريجين جامعة لم يجدوا عمل، وهذا موجود بالشمال. ولكن أقصد يعني الناس من حقها أن تتضمر وحقها أن تعلن، يعني يجب أن نتفهم هؤلاء الناس من أجل حلول مرضية ومنصفة. وكل واحد يجب أن إذا كان يريد أن يكون منصف أن يتخيل أنه ولد في ذيك المنطقة أو في ذاك المكان الذي لا يريد أن يراه. فلذلك يعني أنا سعيد إنه في حضور وفي صوت للقضية الجنوبية، وهذا أعتقد إنه الصوت هذا سيصل وستكون الثورة في صدارة أولوياتها القضية الجنوبية. واعتقد الآن بدأت كثير من التكوينات الموجودة، لكن البعض يعني لا زال يستغب الناس في الجنوب، يقولوا كانوا طارحين في الحوار الوطني الفيدرالية وطارحين القضايا يعني قضايا الجنوب والقضية الجنوبية ولكن الآن يقولوا بعد 3 سنين سننظر في القضية. هذا استقفال الناس هو التكريس وممارسة انفصال. يقولوا يعني هذا المسألة يعني بنعمل 3 أقاليم 4 أقاليم 5 أقاليم، هذه نوع من الالتفاف يعني دولة مدنية حديثة صح ستحفظ يعني مواطنة الناس أينما كان. ولكن أيضا لمعالجة عميقة وتسوية تاريخية يجب أن تذهب الأمور والتسوية إلى أبعد من هذا حتى يعني يكون بالفعل معالجات جذرية. ونريد إذا كنا نريد يمن موحد يجب أن نتفهم ويجب أن ننصف ويجب اللوم. يقلبون المجن بعضهم خلاص يعني إسقاط النظام وهذا والقضية الجنوبية بعد 3 سنوات وهذا تقريبا والآن يقلبون المجن ويحاولون أن يتجاوزون ولعد يذكرون ولعد في حضور ولا في كذا. ولذلك أعتقد أن الشباب ووجود منتديات تطرح القضية الجنوبية بإلحاح وتطرح القضية الجنوبية هي من شأنها بالفعل هذه المكان مدرسة ويستفيد الشباب منها ويعين ماذا عند الآخرين وماذا عندنا. وأعتقد أنه بالفعل من المهم جدا أن هذه الساحات تخلق وعي جديد ويمن جديد وجيل جديد. و الأخوة اللي كان عندهم آراء وكذا جميل إنه يحضروا ويطرحوا رؤاهم كيفما كانت ويستمع لهم ونناقشهم ونحاورهم ونحاول نحل قضية هذا القضية الجنوبية بإنصاف وعدل وأيضا تكون وحدة راسخة حقيقية دولة اتحادية. الناس البعض يقول هذا بيكون يعني مقدمة للانفصال وهذا كلام غير صحيح. كثير من الدول الاتحادية وعاشت مئات السنين الاتحادية
سواء كانت في امريكا وفي غير امريكا وفي الامارات وحتى في البلدان يعني في مختلف البلدان، وهناك في تعايش وهناك في حقوق وهناك في سوق وهناك في قضايا تفصيليه كثيره بما يخص الدوله التهاديه. فاعتقد ان اذا ما تم التعامل معها بدون التفاف سياسي وبدون محاوله يعني استقفال الاخرين وطرح القضيه بمصداقيه حقيقيه ومعالجه حقيقيه، واتت قياده تتفهم يعني لقضيه الجنوب، ستدوم هذه الوحده وستعمر. واذا اتت قياده من التي تحاول ان تحتال وتحاول ان تستخدم يعني السياسة التي تتعرى وتتجرد من الإخلاق وتحاول تلتف، فالانفصال يعني سيكون قادم. أرجو من هذا أن ينظروا ببعد نظر ويتفهموا أبعاد القضية الجنوبية، وأعتقد أنه هذا هو سيكون طريق لوحدة راسخة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.